السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المنظر اللي أنا شايفاه منظر مبهج، ما عنديش كلمات تصف الـ الإحساس والمشهد اللي أنا شايفاه. اجتماع طلبة مصريين، عمل منظم، أقيم لكم العلم دلوقتي ولا منظم مهدف، كل تفصيلة فيه محتاجة، من أول الإضاءة اللي بتقيد وتعمل على المسرح لحد الفريق لحد التقديم، حاجات تفصيلات كده يعرفها اللي أداروا مؤتمرات قبل كده. أنا في البداية بشكركم، بشكر كل واحد ساهم، ونعرف إن في فريق كبير متطوع منكم ساهم ولو بوقفة بربطة شريطة بمجرد استقبال. أفضل فترة فترة الجامعة، لو يعيدوا بينا الزمان تاني نقول أفضل فترة في فترات حياتكم فترة الجامعة. قالوا لي اتكلمي على الوطن، هنعيط، شغلتوا لنا النشيد الوطني وعيطنا ونتكلم. وطن يعني حضن، وطن يعني ذكريات، وطن يعني طفولة، وطن يعني عطاء، وطن يعني حرية. زي ما انتوا دلوقتي احرار وبتتكلموا وبتعملوا عمل تطوعي، والله ما بارك العمل جميل جميل، لسه هقول لكم على التكات اللي حصل. لكن لما نجي نتكلم عن وطن ونقول حب الاوطان من الايمان، دي مقوله مش حديث، عشان الناس بتقول ده حديث، لا دي مقوله. ليه حب الاوطان من الايمان؟ النبي عليه الصلاه والسلام لما اول ما نزل الوحي ورقه ابن نوفل، صلوا عليه بقى عشان ايه؟ انتوا عارفين الشيخ هاله، صلى عليه الصلاه والسلام، او مخرجيه هم هيطلعوني. لما النبي عليه الصلاه والسلام راح اصيل لمكه ورجع وصف لنا، قال والله، وقعد يوصف ربوع مكه وبتاع، قال يا اصيل دع القلوب تقر. طبعا ما شاء الله الريفيو والانفوجراف اللي انتوا عاملينه والحاجات الفيديوهات الجميله دي على الوطن ما خلتش القلب يستقر خالص. حب الاوطان من الايمان. مصر الدوله اللي اسمها ذكر في القران، مصر اللي عمرنا وهنفضل طول عمرنا نقول حبها في قلب قلوبنا لا يزايد علينا حد، ما يقدروش. حب الاوطان من الايمان بالفتره اللي انت فيها. انت مين؟ ده انا كنت هنا. فين الاثر؟ عايزين نشوف يا طلبة جامعة ميديبول، يا شباب، يا مصريين، عايزين نشوف الأثر، عايزين نشوف الأثر، عمل تطوعي، المناهج الاجتماعية، وسائل التواصل، المهارات اللي انتوا بتعملوها. حطوا الحريم والرجالة طبعا، عشان انتوا عارفين انا فيمينيست اسلامي. حطوا الشباب في اي مجال، قولوا له اشتغل، خليه بس يتبنى الفكر فقط. لما بنقول احنا محتاجين في الفترة دي، الوقت اللي انتوا فيه ده، افضل الاوقات اطلع الطاقة، افضل الاوقات للتعاون. ده كانوا المصريين هنا في اسطنبول وتركيا وعاملين قصر. ايه؟ واحد اتنين تلاتة. يا عم، يا جهاد، يا يمنى، يا مجدي، فين؟ عملنا كاس. ندعي عليكم كلكم. لما نيجي نتكلم عن كلمة في حب الأوطان، مصر، قلوب بقى اللي بتطلع ونقعد، انتوا عارفين بقى حبنا للوطن بيبان بالعمل، شكر الحب بالعمل. اعملوا آل داوود شكرا. فين الجميل؟ الريفيوهات اللي انتوا عاملينها على يوم مركز الايتام اللي راح، والتفاعلات، ويوم العيد وفرحه العيد، جميل. احنا عايزين المزيد، احنا عايزين المزيد، بس بشرط. تعالوا بقى خليكوا هاله، لازم اديكوا الحته اللي بس بشرط محافظه على هويتي، محافظه على سمتي، محافظ على الحدود. رجينا وانبسطنا وهنسمع وكلمات وكذا، واحنا محافظين على سمت وهويه. مش بقى اصل احنا في فلان مع اللجنه الفلانيه وكذا ويلا خلطبيطه بالصلصه، لا. لما نيجي ناخد منك سمت
لعمل تطوعي ناجح روح الفريق طبعا رقم واحد، وروح القيادة. يعني ايه روح القيادة؟ القائد المجمع ناجح، القائد الفرد يقع. ألف باء إدارة، القائد المجمع أنا والفريق، القائد الفرد واضح النجم. طب راح النجم ظهرت الشمس شكرا. لا، أوصيكم بالعمل التطوعي بإسقاط عليه النوايا. جميل جدا جدا العلماء كانوا يقول لك احنا لا بنتجر لا في درهم ولا دينار، ولكن تجارتنا كانت ايه؟ نوايا. فكان يعدل العالم الصالح فيهم، العالم الصالح فيهم للعمل الواحد اكتر من 100 نية. انا بس بقول لكم هاتوا 20، هاتوا لنا 20 نية النهارده. تجميع، حب مصر، زيادة إيمان، عمل، اكتساب مهارات، اكتساب معارف لتعرفوا النية اللي قالوها في أول التقديم، كل الكلام ده جبت 5 6 عليكم الباقي. أدعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا بتجمعتنا دي بنفس المكان، يكون العمل كبر على مستوى تركيا كلها والعالم كله، ويتقال إن البذرة كانت من هنا، ونتقابل بنفس التجميعة في مصر إن شاء الله ونفكركم. وليس ذلك على الله بعزيز. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.